مجمع سيما الطبي بإدلب يعتبر من أهم المجمعات الطبية الخدمية النوعية في مدينة إدلب، حيث يقدم خدمات متنوعة على رأسها وجود عيادات شاملة ومتنوعة. أبرز هذه العيادات العيادة الداخلية، عيادة الأطفال، العيادة النسائية، العيادة العصبية، العيادة الجلدية، وعيادتي أسنان، بالإضافة إلى العيادة النفسية. ولدينا مخبر وصيدلية يخدمان تلك العيادات. وما يميز مجمع سيما الطبي بإدلب وجود قسم الأشعة المتخصصة، وأهم ما يوجد في قسم الأشعة هو جهاز الرنين المغناطيسي المتطور، حيث يعتبر من الأجهزة النادرة في الشمال السوري المحرر، بالإضافة إلى جهاز طبقي محوري، بالإضافة إلى جهاز DR تصوير أشعة بسيطة. إن شاء الله نحن هنا في مجمع سيما الطبي بإدلب نسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات الطبية والنوعية التي تنال رضا المستفيدين.